السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم محمد مسعد، والنهارده هعرفكم ازاي تغير لون الجزمة بتاعتك لو انت زهقت من لونها القديم. ده اللون الاساسي وده اللون الاسود اللي احنا هنغيرها ليه. زي ما انتم شايفين اللون القديم الجزمة بقت مبقعة وبقت شكلها مش لطيفة خالص، وصاحبها مش عاجبه اللون ده زي ما انتم شايفين عاملة ازاي. من غير ما اطول عليكم، من غير مقدمات كتير، يلا بينا على الطريقة واعرفكم ازاي هنغيرها من اللون ده للون الاسود، والصبغة تفضل ثابتة معانا على طول وما ترجعش للونها الاساسي تاني، اوعى تروح في اي حته. يلا بينا. ورجعت لكم تاني يا جماعه، وهنبدا ونسمي الله. نجيب غطا وحاجه، اي حاجه زي دي كده، ونملاها بالصبغه. دي صبغه عاديه، الصبغه دي بتتباع في تذاكر في كاس صغيره كده، بتبقى عامله زي الحب كده، بتتحط في الميه ونحط عليها الميه وبندوبها. وهسيب لكم في الوصف برده لينك فيديو ازاي بنجيب منين الصبغه، وبالورنيش بالصبغه اللي هي المركزه اللي احنا هنستخدمها في الاخر في كل حاجه. فانت في فيديو في شرح تفصيلي للحاجات ديت وبتتجاب منين، هسيبه لكم في الوصف، انت بس تابع معايا. اول حاجه هنسمي الله ونبدا فرشه جميله وجزمتنا، وندي من الصبغه. الصبغه ديت هندي بيها ايه في الاول كده، وش في التاني لحد ما الصبغه تثبت معانا مؤقتا كده، وبعدين ايه هعرفكم هنعمل ايه بعدين. طبعا في جزه بتبقى الجلده بتاعتها مش لميه، دي جلده مطفيه او جلد مقلوق، ديت الصبغه تثبت عليها على طول. في جزم تانية اللي هي جلد لميه، اللي هي زي ايه؟ يعني مثلا شايفين البوت ده؟ دي جلد لميه، تحتاج الاول تتصنفر ايه بصنفره، ما تبقاش ايه على طول زي ما هي كده. على العموم برضو انا هسيب لكم وصف اللي في اسمه ايه؟ لينك الفيديو في الوصف برضو، اللي هو بتاع حاجه زي ده اللي هي الجلد لميه اللي بنستخدم فيها الصنفره، اللي هي فيها خطوات تانية غير الخطوات اللي انا هستخدمها في دي. في ديت لها طريقه وكل والتانيه لها طريقه، وكل حاجه لها طريقتها مش كل واحد. تمام؟ اشتراكك الجميل يلا، وتابع معايا عشان احنا فايتك كتير. وطبعا مهم ان انت بعد ما بتقلبها تلمحها اول باول علشان تثبت معاها. هتلمحها ازاي؟ هتقول لي لمعه جاهزه وعلى طول كده؟ ما انصحكش، اللمعه الجاهزه ديت ما مش حلو، بتبوظ الجلد وبتعمل عليه طبقه وبتنشفه. الصح انك تستخدم الفرشه والورنيش والصبغه، اللي هي الفرشه دي والورنيش اللي زي ده والصبغه دي. طريقه استخدامهم ازاي انا برضو منزلها في فيديو تاني قبل كده، هسيبه لكم في الوصف، او خدوا لفه في القناه، هسيب لكم لينك الفيديو ده في الوصف على قناتي التانيه، لان ما نزلتش التريد على القناه دي الصراحه، على قناتي التانيه هسيب لكم الوصف في كذا فيديو هتستفادوا منهم جدا. يعني خشوا على القناه التانيه برضو، ما شاء الله عليك. وبرضه هعرفكم لو انت اللمعه الجاهزه عامل الطبقه جامد جدا على الوش وبقت مبوظاه ومشققاه وخلته ما يعادش ينفع، هعمل لكم فيديو اعرفكم ازاي تشيلوا الطبقه القديمه ديت وترجعوا الجزمه الجديده تاني زي ما كانت. طبعا ما ينفعش نسيب ولا فتفوته في الجزمه. طبعا الصبغه ديت ما هي الا صبغه اوليه مبدئيه واول وش بس، طبعا انا هظبطها لكم لسه في شغل تاني غير ده خالص. تابع معايا عشان ما تعملش اللي انت شفته ده وتيجي تقول لي مالها الصبغه ما ثبتتش ليه، ما مسكتش معايا ليه كده. تمام؟ تاخدش المعلومه من على الوش وخلاص. بلاستيك ما بيشربش الصبغه، ولو عايز تصبغه برضه بس كل مدى هتعوز تديله صبغه على طول عشان الصبغه تمسك عليه شويه. دي كده احنا خلصنا اول وش تقريبا اهو، شفت انها بقت سمرا بس هي لسه طبعا.
والتانية يعني ايه نشفت اهي. لا لسه شوية برضه، هسيبها تنشف شوية وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا جماعة، زي ما انتم شايفين بعد ما سبت السبغة خدت وش وبزيادة خلاص ونشفت وش في التاني، وسبتها يوم كامل. انا كنت عاملها امبارح زي ما انتم شايفين، سبتها لما نشفت خلاص. انا كنت ممكن اعملها بعد نص ساعة او ساعة، قلت لا سيبها تبات ليلة كاملة لما الصبغة الجلد يتشبع بالصبغة ويشربها واللي ايه تبقى كويسة. دلوقتي معانا كده اديناها من الصبغة العادية زي ما انتم شفتوا وش في التاني لحد ما اتغمقت معانا. دلوقتي هنخش على صبغة تالتة، صبغة مركزة اسمها صبغة العفريت، سواء الازازة ديت او ديت الاثنين شغالين تمام. بنديها بديت الفينش الاخير، وبعد ما نديها ديت ممكن نلمعها او نكتفي بلمعه الصبغه الاخيره ديت، لان بتبقى فيها سنه لمعه برضو بتظبط معانا الجزم زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليها. انا بفضي برضو حبه بحبه لان الصبغه دي بتبقى فيها زي سيبرتو كده بينشف بسرعه تمام، فانت تكون ايدك خفيفه في الصبغه ديت. شايفين الجزمة بتشرب الصبغة بسرعة، بتشرب الصبغة بسرعة. الجزمة على حسب الخامة بتاعتها ونوع الجلد بتاعها بتاخد كمية صبغة معينة، مش كله بياخد كمية صبغة واحدة تمام. وزي ما انتم شايفين كده يا جماعة ديت انا ايه خلصت الفردة ديت اهي، بقت سمرة وفيها سنة لمعانا اهي، ولما تنشف وتديها الفينش الاخير بالفرشة والورنيش ما شاء الله عليها تلاقيها بتلمع وبتبرم معاك. عايز تشوف الفرق شوية ما بين ديت وما بين ديت؟ اهي شوف ديت العادية اللي بصبغة وديت اللي بالصبغة المركزة، طبعا الفرق ما بينهم كبير جدا. عشان ما اطولش عليكم انا عملت فرده واحده بس معاكم اهي، توريكم ازاي بنعملها. بالاول بنعمل الصبغه العاديه وبصنفرة الاول لو الجلد لميع، بس ده مش لميع ده جلد مطفي وبيشرب صبغه كتير زي ما انتم شايفين. وبعدين ثم بنديها بالصبغه المركزه، بنديها بالصبغه العاديه الاول وش بالتاني لحد ما تثبت معانا، ثم بالصبغه المركزه، ثم في الاخر تديها بوش برنيش لو عايز تزود لمعتها، ما عايزش تكتفي اللمعه اللي هي ديت دي تكتفي تظبط معاك. وعشان ما اطولش عليكم في نهايه الفيديو ما تنساش تدي لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس لو ده اول مره تتفرج علينا. شكرا ليكم.